الرئيس بشار الأسد يتسلم رسالة شفهية من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حول التنسيق بين البلدين في الحرب ضد الإرهاب. الإرهابيين من أوباما للخليج لتركيا سننتصر عليهم جميعا. عشرات الشهداء والجرحى في تفجير إرهابي يستهدف مدينة جبلة. رجردي يؤكد أن تحرير حلب هو رمز لانتصار الجيش العربي السوري على الإرهابيين. ساعتنا الإخبارية بدأت، أهلا بكم. الرئيس بشار الأسد يتسلم رسالة شفهية من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حول التنسيق بين البلدين في الحرب ضد الإرهاب، نقلها فالح الفياض مستشار الأمن الوطني. ونقل المستشار الفياض للرئيس الأسد رسالة شفهية من العبادي أكد فيها على أهمية التعاون والتنسيق القائم بين سوريا والعراق في حربهما ضد التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها وضرورة تعزيز هذا التعاون في الفترة المقبلة. وجرى خلال اللقاء التجديد على أن الإنجازات التي تحققت في كلا البلدين في مجال الحرب على الإرهاب، والتي كان آخرها دحر الإرهابيين من حلب وتقدم القوات العراقية في الموصل، تمثل بالتأكيد انتصارا للشعبين الشقيقين. كما أكد الرئيس الأسد والمستشار الفياض أهمية تضافر جهود جميع الدول في مكافحة الإرهاب، لأن مآل هذه الحرب سيرسم ليس فقط مستقبل شعوب المنطقة، بل سيكون له تأثيراته على شعوب العالم كافة. أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 1 لعام 2017 القاضي باعتبار العسكري المصاب الذي يتوفى بعد إقرار إصابته شهيدا. كما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم 3 الذي حدد قيمة الكفالة لمنح موافقة سفر للمكلف ب50,000 ليرة سورية. القانون رقم 1 لعام 2017 الذي أصدره الرئيس الأسد قضى باعتبار العسكري المصاب الذي يتوفى بعد إقرار إصابته من قبل المجالس واللجان الطبية المختصة شهيدا، وذلك بعد ثبوت أن إصابته التي أدت للوفاة كانت بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عناصر معادية أو عصابات إرهابية. ويمنح ذوي الشهداء وفقا لأحكام هذا القانون الفرق بين حقوق العسكري كمصاب وحقوقه كشهيد. كما شمل القانون رقم 3 الذي أصدره الرئيس الأسد أيضا إجراء بعض التعديلات على مادتين من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم، والمتعلقتان بموافقات السفر للمكلفين والكفالة وإعفاءاتها. كان أبرزها تحديد قيمة الكفالة ب50,000 يجوز تعديلها بقرار من القائد العام. ارتقى أكثر من 11 شهيدا وأصيب العشرات بجروح من المواطنين جراء اعتداء إرهابي بسيارة مفخخة في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية. منهن بميت من ارهابن بألف ميت مره. نحن وصامدين وهالبلد لنا، وهالشهداء شهدائنا، والجرحى جرحانا، وهن ابي يطلعن معنا الشيء. بعد فتره طويله لم يستطع الارهاب فيها ان يضرب الامن والامان في محافظه اللاذقيه، شهدت مدينة جبلة تفجيرا إرهابيا ضرب وسط المدينة عبر سيارة مفخخة في شارع الملعب، أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.
عمل إرهابي جبان استهدف مدينة جبلي ظهر هذا اليوم، ارتقى عدد من الشهداء نتيجة هذا التفجير وإصابة العشرات من الجرحى، تم إسعاف الجرحى إلى المشافي ونقل جسامين الشهداء أيضا إلى المشافي. شعب صمد لأكثر من 6 سنوات لن تهزه هذه التفجيرات مهما كانت مؤلمة، ليس أمامنا سوى الصمود والاستمرار في تطهير. أهالي مدينة جبلة أكدوا أن كل هذه التفجيرات الإرهابية لن تزيد السوريين إلا ثباتاً في وجه المتآمرين على سوريا. اليوم مش ساعة طلع انفجار على هالزاوية الملأ من الجهة الشرقية هي. هالانفجار هذا حصل فيه ضحايا، طبعاً كان انفجار هائل جداً جداً جداً، فالأبنية المجاورة كلها سقط بلورة والسيارة طبعاً في ضرار وفي ضحايا بشرية مين ما بنعرف، ولكن هي ضربة انتصارنا اللي سننتصر بالدم. الدم دائماً ينتصر على الظلم وعلى الإرهاب. هالإرهابيين من أوباما للخليج لتركيا سننتصر عليهم جميعا بأبواط عساكرنا وجيشنا وقائدنا. أولاد الحرام انفجارات، يعني قتلوا الأولاد قتلوا الدنيا كلياتها، يعني ليك الدمار أكثر من هيك خراب بقى بدهم؟ هي الحرية تبعيتهم يعني؟ بدين شهداء، بدين جرحى، شو بدين؟ هاي نحنا بس لا تسقط سوريا وتسقط جبلي فشلت في عينه. هذا العمل الإرهابي جبان، ما كان في هون غير طلاب المدارس فاهلين من هون، والتفجير طلع روح العالم كلياته. سيارات الإسعاف والدفاع المدني كانت قد توجهت مباشرة إلى مكان التفجير، بينما استقبلت مشافي المدينة الجرحى وقدم لهم كامل الخدمات الطبية. مجددا يرسم الإرهاب صورة جديدة من صور إجرامه، بينما يؤكد السوريون أنهم ماضون في مواجهة الإرهاب بالصمود والحياة. من موقع التفجير الإرهابي في مدينة جبلة، مازن محمد، الإخبارية السورية. وزارة الخارجية والمغتربين وجهت رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، بيّنت فيهما أن الأعمال الإجرامية التي ترتكبها جبهة النصرة وداعش والمجموعات الإرهابية المرتبطة بهما وتغطية هذه الجرائم من قبل بعض الدول الغربية تدل على الطبيعة الإجرامية الحقيقية للمجموعات الإرهابية. الوزارة أضافت أن قطع المياه عن المدنيين يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويأتي ضمن سلسلة انتهاكات القانون الدولي. ولهذا فإن حكومة الجمهورية العربية السورية تأسف لحالة الصمت الدولي، وخاصة صمت ونفاق الدول التي تدعي الحرص على حقوق المواطنين السوريين والرأفة بوضعهم الإنساني. الخارجية طالبت كلا من مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإدانة هذه الجرائم الإرهابية التي تستهدف المدنيين بشكل سافر، وبضرورة قيام مجلس الأمن والدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الحكومة السورية والإجراءات التي تتخذ لإعادة المياه إلى مدينة دمشق. استقبل رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي والوفد المرافق له، واستعرض الجانبان التطورات الجارية في المنطقة على الصعيدين السياسي والعسكري، مؤكدين أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتصل إلى مؤشرات متقدمة ودور القطاع الخاص في هذه المجالات، وبما ينعكس إيجابا على الشعبين في البلدين الصديقين. حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات الإيرانية السورية أصبحت مثالا يحتذى في العلاقات الدولية المتميزة، معربا عن تقدير الحكومة السورية للدور البناء الذي تقدمه إيران في تعزيز صمود الشعب السوري خلال سنوات الحرب الإرهابية. وفي مؤتمر صحفي بدمشق جدد بروجردي دعم بلاده المستمر لسوريا حتى النصر على الإرهاب. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي يجدد التأكيد على أن طهران تدعم بقوة وحدة واستقلال الأراضي السورية. وفي مؤتمر صحفي عقده في دمشق قال بروجردي إن وفد مجلس الشورى يتواجد في سوريا ليؤكد مرة أخرى على دعم الشعب السوري ومحور المقاومة في مواجهة أعداء سوريا. الدول الداعمة للإرهاب يجب أن يعوا هذه الحقيقة على أنه لا يمكن لهم أن يعني يتصدوا أو يقفوا ضد إرادة شعب كامل. بروجردي أشار إلى أن أعداء الشعب السوري قاموا بإرسال عشرات الآلاف من الإرهابيين إلى سوريا
ليوجهوا ضربة إلى المقاومة، وذلك خدمة للكيان الصهيوني، مؤكدا أن تحرير حلب هو رمز لانتصار الجيش العربي السوري، وعلى الإرهابيين أن يتركوا كافة الأراضي السورية. إن تحرير حلب هو يعني نموذج أو هو رمز لانتصار الجيش السوري وانتصار القوات الشعبية، فعلى الإرهابيين أن يتركوا كافة الأراضي السورية، وأن انتصار حلب هو مرحلة من هذه الحرب. وبعد المؤتمر الصحفي أدلى بروجردي بتصريح خاص للإخبارية السورية، أكد فيه على ثوابت بلاده تجاه ما يجري في سوريا. لأن علاقاتنا بسوريا هي علاقات خاصة جدا. این هست که فواصل سفرها و دیدارها مذاکرات کوتاه‌ترین باشه و من الطبيعي ان تكون المدد الزمنيه بين اللقاءات والاجتماعات والمفاوضات والمباحثات بين البلدين قصيره جدا هم در ابعاد همکاری‌های سیاسی هم اقتصادی و هم همه جانبه وهذه الزياره كانت تحملت كل الابعاد الاقتصاديه والسياسيه وكل المجالات الاخرى بنابراین ما حتما از همه ظرفیت خودمون برای کمک به سوریه در شرایط سخت فعلی همانند 5 سال گذشته استفاده خواهیم کرد. لذلك نحن ايضا نريد ان نستفيد من الطاقات الموجوده لدينا لمساعده سوريا كما قمنا بهذا الامر في الخمس سنوات الماضيه، لذلك نحن هنا اليوم. زيارة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إلى سوريا تأتي قبيل الموعد المفترض لاجتماع أستانا، والذي أكد أنه من السابق لأوانه التنبؤ بنتائجه. وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد التقى بروجردي، وخلال اللقاء أكد الوزير استمرار التعاون بين البلدين من خلال وزارة الأوقاف في مكافحة الفكر التكفيري المتطرف. وعبر وزير الأوقاف عن تقدير الشعب السوري وعلماء الدين الإسلامي والداعيات للحكومة والشعب في إيران على الموقف الثابت إلى جانب الحق في سوريا والتضحيات التي قدموها في مساندة الشعب والجيش العربي السوري. نعبر عن شكر الشعب السوري والعلماء والداعيات للحكومة والشعب الإيراني على موقفه الثابت إلى جانب الحق في سوريا و قدموها في سبيل تحرير حلب ومكافحة الإرهاب والتطرف. ولا شك أن التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا ومن خلال وزارة الأوقاف في مكافحة الإرهاب والتطرف مستمر ودائم وسيعزز بإذن الله سبحانه وتعالى في الأيام القادمة. كما التقى سماحة المفتي العام للجمهورية العربية السورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون مع بروجردي، وأكد المفتي أن نصر حلب سيكون بداية تحرير من الإرهاب الذي يهدف لتركيع الدول العربية والإسلامية وتقسيم الوطن العربي والإسلامي، مشيرا إلى أهمية استمرار التعاون بين سوريا وإيران في التقريب بين المذاهب الإسلامية ومكافحة الفكر التكفيري المتطرف. بدوره أعرب بروجردي عن استعداده أو سعادته عفوا بانتصار حلب، متمنيا استمرار الانتصارات حتى تحقيق النصر النهائي على الإرهاب. كما استقبل مفتي الجمهورية العربية السورية في وزارة الأوقاف وفدا من المحامين التقدميين في اليونان. سماحة المفتي أكد أن الجذور التاريخية التي تربط بين سوريا واليونان أكبر من محاولات الغرب لتشويهها، مؤكدا أنه لا يوجد خوف على اليونان لأن أثارها ستبقى خالدة، بل الخوف يكون على الإنسان الذي اندمج بالغرب. والحل الأمثل أن نذكر أبناءنا بما صنعه الأجداد من حضارة وثقافة وتاريخ. الوفد أكد أن قدومه إلى سوريا بهدف التأكيد أنهم إلى جانب الشعب السوري وسيبذلون كل جهد مستطاع لنقل الواقع كما هو في سوريا إلى الرأي العام اليوناني لتكذيب كل ما يبثه ويروجه الغرب. استقبل الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين وفدا دبلوماسيا من كازاخستان، حيث ناقش الجانبان العديد من القضايا الإنسانية والسياسية. حركة دبلوماسية نشطة تشهدها دمشق، ووفود دولية مختلفة تزور العاصمة السورية
في إطار الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، حيث استقبل نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد وفدا من كازاخستان. وتمت خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات إنسانية وسياسية، حيث أكد الدكتور المقداد وقوف أستانة إلى جانب دمشق ودعمها الكامل للعلاقات الثنائية التاريخية التي تربط بين البلدين. هذا الوفد جاء لكي يسلم حكومة الجمهورية العربية السورية مساعدات إنسانية قدمها الرئيس الكازاخي وحكومة وشعب كازاخستان لمساعدة سوريا على تجاوز الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها. الجمهورية العربية السورية وافقت على حضور هذه المباحثات السورية السورية التي يجب أن تتم دون أي تدخل خارجي، وأن سوريا جادة في إيصال هذه المباحثات إلى النتيجة المتوخاة وهي إنهاء الأعمال الإرهابية في سوريا. أنا لم أطلع على أي تغيير في الجدول الزمني الذي وضعه الضامنان لهذه المباحثات، لذلك نسمع في بعض الأحيان عن بعض التطورات، لكن لم يتم إبلاغنا رسميا بأي شيء جديد في هذا المجال. إذن ماراثون اجتماعات ولقاءات تشهدها العاصمة دمشق تنبئ بحسب مراقبين بعمل دؤوب لإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا. أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا عن دعم الأمم المتحدة للمحادثات المقرر عقدها في العاصمة الكازاخية أستانا حول الأزمة في سوريا. وقال دي مستورا خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم أن التحضيرات حول اجتماع الأستانا جاري على قدم وساق، والأمم المتحدة ترحب بهذه الجهود وبأي جهد يعمل على وقف الأعمال القتالية. ورأى دي مستورا أن أحد التحديات بالنسبة لتنظيم أي اجتماع حول الأزمة في سوريا يتعلق بالدعوات ومن سيشارك من قبل المعارضة وكم شخص يجب أن يحضر وأي من الأطراف ستشارك. ساعتنا الإخبارية مستمرة وفيها بعد قليل. تسوية أوضاع 200 مسلح من عدة قرى وبلدات بريف دمشق الجنوبية الغربية. نلتقي بعد الفاصل. تسوية أوضاع 200 مسلح من عدة قرى وبلدات بريف دمشق الجنوبية الغربي. استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بتفجير إرهابي شرق بغداد. الاحتلال الإسرائيلي يهدم عشرات المنازل في قضاء بيت لحم.
القدس المحتلة. جديد أهلا بكم. الإخبارية السورية تستطلع آراء الشارع السوري بعد التفجير الإرهابي الذي استهدف مدينة جبلة في اللاذقية الذي ارتقى فيه عدد من الشهداء وأصيب العشرات من المواطنين بجروح. الله لا يعطينا العافية، يعني ما خلصنا بقى، لوين وصلنا من الموصول هذا من وراء تفجيرات الإرهابيين. الله كبير والله على كل ظالم. كل الإرهابيين الوهابيين اللي الشعب السوري كله بيرفضون، سوريا ما بترضخ ألون ولا التفجيرات الإرهابية، ولا ممكن نكون إلا منصورين في النهاية. أتمنى ينبادوا إبادة تامة حتى يرتاح المجتمع كله منه وحتى نعيش، بس شو طالبين أكثر من هيك؟ ونتمنى من الجيش العربي السوري الله يخلي لنا إياه إبادة، لأنه هذول لا يمكن إصلاحهم. الله يرحم شهداء التفجير الإرهابي بجبلي وشهداء سوريا أجمعين. نحن كشعب سوري بنستنكر هذه التفجيرات لأنه دليل على تورط المجموعات الإرهابية بقتل المدنيين والأبرياء، لأنه للأسف أغلب الضحايا هن المدنيين. مثل ما استعدنا حلب راح نستعيد كل شبر بأراضيها الوطن. هن مفكرين أنه نحن ضعاف بتفجيراتهم، ضعاف مفكرين أنه نحن ثقتنا بالجيش العربي السوري رح تنهز. لا، نحن كل تفجير عم نقوى فيهن ونحن واثقين فيهن وبكفي. ما راح يستفيدوا شيء، راح ننتصر بإذن الله. بدت علائم هزائمه، بدهم ينهزموا بإذن الله تعالى. بنعزي جميع أهالي جبلي بالشهداء، ومصابكم هو مصابنا، ونحن صامدين والله يحمي الجيش العربي السوري. اللي قام بالعمل الجباني هي إذا كان بتجرأ وكان بهمه الإسلام أو العروبي يقدر يفجر بإسرائيل أو يقدر ينطق بكلمة يتناهض إسرائيل أو أمريكا. والتفجير يعني عم يستهدف ناس أبرياء، ناس ما إلى ذنب بشي. يعني نحن بالسويد وبأي مكان كل إنسان شريف بيستنكر الأعمال الجبانية. يعني شو فيش كلمة بعد أو عبارة توصفها. هذول الخونة يعني شو بدنا نقول لهم؟ يخافوا من الله وإلهم يوم، إلهم يوم مثل ما بيتآمروا علينا، بده يجي مين يتآمر عليهم؟ ويا جبل ما يهزك ريح، بلدنا قوي وصامدي، وبإذن الله تعالى راح نضلنا صامدين. هذه أيامهم الأخيرة، بذلك هم يقومون بهذه الأعمال الإجرامية كانتقام من انتصارات الجيش العربي السوري الذي سوف يسحقهم أينما كانوا وأينما حلوا وأينما نزلوا. ونحن من خلف هذا الجيش العظيم، هذا الجيش الكريم، هذا الجيش الوطني العقائدي، نحن من خلفه ندعمه ونؤيده. احنا من دين التفجير صار اليوم لأخوتنا في جبلة، ومهما صار في هالبلد رأينا تم نبقى لحنا نشتغل، رأينا تم نعمل. هي آخر ورقة هي إلهم طبعا بعد ما سقطوا بحلب وانتصرت حلب. إن شاء الله رايحة سوريا كلها تبقى ورايحة تنتصر سوريا، إن شاء الله قريبة إنه رايحة تنتهي هالأزمة بإذن الله. نحن بنستنكر هذا العمل الجبان اللي قاموا فيه هالمجموعات المسلحة التكفيريين بيقولوا باسم الدين، وهن بريء الدين منهم. هذا العمل دليل عن فشلهم وحقدهم الأسود من عمره لهلا بيشتغلوا. نحن بدنا نضل صامدين بهالبلد، ورغم حقدهم بدنا نضل صابرين وصامدين ومستمرين ومع الجيش العربي السوري حتى النصر. تمت اليوم تسوية أوضاع عشرات المسلحين في عدد من قرى وبلدات ريف دمشق الجنوبية الغربي بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة في إطار المصالحات المحلية. نحن متواجدون في منطقة سعسع عند نقطة أو منطقة المثلث للحدود الإدارية ونقطة التقاء الأرياف الثلاثة، محافظة درعا، ريف درعا، وريف القنيطرة، وريف دمشق. هذه المنطقة كانت خاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة فيما سبق، وأتحدث هنا عن سعسع وبيت تيمة وكفر حور ويعني عدد من القرى والبلدات. الإنجاز اليوم هو بدء عملية تسوية أوضاع لخمس قرى في تابعة لناحية سعسع. هذه
القرى بادر المسلحون فيها بعد خروج خلال اليومين الأخيرين، خروج 135 شخص مع عائلاتهم مسلحين طبعا تابعين لجبهة النصرة، خروجهم إلى إدلب. بعد ذلك على الفور بادر عدد كبير من المسلحين إلى تسوية أوضاعهم وتسليم أنفسهم للجيش العربي السوري. يصل العدد تقريبا إلى قرابة 1200 شخص، هم من هذه من الخمس بلدات. سيتم تسوية أوضاع الجميع، ومن ثم يعني حسب المصادر الميدانية سيتم تشكيل في الأمد القريب فوج الحرمون ليكون رديف للجيش العربي السوري، ستوكل إليه مهام الحفاظ على الأمن والأمان في هذه القرى. هذه النقطة الاستراتيجية سعسع، الأحياء الغربية منها كانت تسيطر عليها المجموعات المسلحة. بالمقابل أيضا كان هناك مجموعات إرهابية في بيت جن ومغر المير، هي تابعة لجبهة النصرة. حتى الآن هناك حديث يدور عن موضوع تسوية أوضاع لأيضا عدد من المسلحين في هذه المنطقتين. قام المواطنين السوريون الشرفاء في هذه القرى بالمبادرة بإطلاق عملية المصالحة والمسامحة للعودة إلى حضن الوطن وتسوية أوضاعهم. عاودنا حضن الوطن لأنه لقينا الشارع كلها فاضية، نرجع نقاتل نضرب بلادنا. صارت علينا مؤامرات من الخارج، وأكثر شيء صارت بالفترات الأخيرة الدعم من إسرائيل وغيره وغيراته من الدول الخارجية، وبعثونا ناس وصارت تلعب فينا على كيفه. الدولة أعطتنا ثقة كبيرة وخلت سلاحنا معانا. الميزة بهذه التسوية والمصالحة هي أن المسلحين هم من طلبوا في الخمس قرى التي تحدثت عنها، هم من طلبوا بأن لا يريدون تسليم الأسلحة الفردية، بل يريدون الاحتفاظ بأسلحتهم وتشكيل ما يسمى بفوج الحرمون، ومن ثم يعني البدء بقتال المجموعات الإرهابية المسلحة أو ما تبقى منها في هذه المنطقة الهامة. تفجير إرهابي شرق مدينة بغداد، الأمر الذي أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، بينما تستمر العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي. جيانا مرشد. ما تزال التنظيمات الإرهابية تستهدف الأحياء الآمنة في العراق ظنا منها أنها سوف توقف العمليات ضدها، غير أن تنظيم داعش الإرهابي ومن يحذو حذوه نسي أن الجيش والقوات العراقية قد أعلنتها مسبقاً بأنه لا هوادة مع الإرهاب ولا حل يرتضيه العراقيون إلا بإنهاء تواجد بؤر التنظيم على أراضيهم. آخر ضحايا تنظيم داعش الإرهابي كانت شهداء وجرحى بانفجار سيارة مفخخة شرق بغداد، حيث أعلن المتحدث باسم قيادة عمليات العراق العميد سعد معن إن سيارة مفخخة كانت مركونة في منطقة العبيدي شرقي العاصمة انفجرت، ما أسفر عن شهداء وجرحى. ميدانيا أعلن قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي عن انطلاق عمليات تحرير المناطق الغربية في الأنبار من سيطرة التنظيم الإرهابي، فيما أشار إلى أن العملية يشارك فيها الجيش والشرطة وأبناء العشائر، في وقت كشف مصدر محلي في محافظة نينوى أن قوات الحشد الشعبي قتلت 35 عنصرا من تنظيم داعش بينهم قائد كتيبة ضابق. العملية العسكرية مستمرة رغم التصريحات الغربية ضدها، حيث أكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي أن تقرير منظمة العفو الدولية الذي وصف الحشد الشعبي بالميليشيات يفتقد للموضوعية ولا يخدم المعركة ضد الإرهاب. الاحتلال يهدم 40 منزلا قرب قرية التقوع بقضاء بيت لحم، ويهدم منزلا في القدس المحتلة، وشبان فلسطينيون يحبطون محاولة الاحتلال هدم منزل في رام الله. جرافات الاحتلال الصهيوني تهدم قرابة 40 منزلا قرب قرية تقوع بقضاء بيت لحم، وتشرد أكثر من 100 مواطن بذريعة البناء دون ترخيص. جرائم الهدم طالت أيضا منزلا يقطنه 8 أفراد منذ 16 عاما في حي وادي الدم ببلدة بيت حنين شمال القدس المحتلة. إلى ذلك أحبط مواطنون فلسطينيون محاولة لقوات الاحتلال بهدم أحد منازل بلدة بدرس غربي مدينة رام الله بعد تحصنهم بداخله
وتجمعهم في محيطه. وفي هذا الإطار أخطرت سلطات الاحتلال الصهيوني بوقف البناء في منشآت وبيوت في عدة بلدات بمحافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، وسلمت 19 إخطارا بوقف العمل والبناء بمنشآت وبيوت قائمة وأخرى قيد الإنشاء في بلدات كفر الديك وحارس ودرستيا بالقضاء، وكل ذلك هدفه التضييق على الشعب الفلسطيني لحملهم على الرحيل من أراضي أبائهم وأجدادهم. هدم المنازل جريمة حرب ممنهجة تمارسها قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، ورغم أن العالم يقر بأن هذه الخطوات غير شرعية إلا أنه يتعامى عن هذه الجرائم ولا يحرك ساكنا إلا من بعض الإدانات الخجولة. قتل وأصيب العشرات من مرتزقة النظام السعودي في قصف صاروخي يمني استهدف تجمعات لهم، فيما قتل 4 جنود سعوديين برصاص الجيش اليمني في محافظة تعز. هيا عباس. يواصل الجيش اليمني واللجان الشعبية تحقيق انتصارات وتقدما ميدانيا في عدد من الجبهات بالمحافظات، حيث قتل وأصيب العشرات من مرتزقة النظام السعودي في قصف صاروخي استهدف تجمعات لهم، فيما قتل 4 جنود سعوديين برصاص الجيش اليمني في محافظة تعز. مصدر يمني أكد أن الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفوا بدقة عالية بصاروخ باليستي متوسط المدى تجمعا لمرتزقة العدوان بمعسكر شعب الجن في باب المندب بتعز، مخلفا عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة. الجيش اليمني واللجان الشعبية كانوا استعادوا في وقت سابق خلال عملية نوعية واسعة جبل الشبكة وموقع العلم والتبة الرملية ومحطة السليم في جبهة حسيلان في محافظة شبوة. سياسيا وفي دليل واضح على تناقض الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة في اليمن، تسلم وزير الخارجية في حكومة صنعاء أوراق اعتماد ممثل جديد للأمم المتحدة باليمن في تطور جديد يعتبر تجاوزا واضحا لاعترافها بحكومة هادي. من جهة أخرى، بحث وزير النقل في الحكومة زكريا الشامي خلال لقائه بصنعاء ممثل برنامج الغذاء العالمي في اليمن أدهم مسلم الدعم الذي سيقدمه البرنامج لإعادة تأهيل ميناء الحديدة وإمكانية ترميم بعض ما دمر بسبب القصف، فضلا عن صيانة الطرق والجسور بين صنعاء والحديدة، حيث دعا الشام كافة المنظمات والمجتمع الدولي وفي مقدمتها الأمم المتحدة إلى رفع الحظر عن اليمن وفتح مطار صنعاء الدولي. حتى الآن لا يبدو أن هناك أفقا واضحا للسلام في اليمن في ظل استمرار العدوان السعودي عليه. ساعتنا الإخبارية مستمرة وفيها بعد قليل. شرطة أردوغان تطلق حملة اعتقالات جديدة في كل أنحاء البلاد. نلتقي بعد الفاصل.
الرئيس الفنزويلي يعين السوري طارق العيسمي نائبا جديدا للرئيس. شرطة أردوغان تطلق حملة اعتقالات جديدة في كل أنحاء البلاد. الرئيس أوباما يدعو الجيش الأمريكي إلى تسهيل انتقال السلطة إلى خلفه ترامب. من جديد أهلا بكم. وفد برلماني إعلامي فرنسي في سوريا بزيارة تهدف للاطلاع على الأوضاع في سوريا وزيارة حلب بعد تحريرها من الإرهابيين. اليوم نرى بأن الحكومة السورية تنتصر على الأرض، وتحرير حلب هو دليل لهذا الانتصار. نحن نرى أن الانتصار بدأ، ولكن لا بد من الحوار، الحوار مع الأطراف كافة. زيارتي هذه مهمة جدا، لأن سوريا هي مركز الحضارة، والحرب في سوريا تقلق العالم برمته. وعدت نفسي أن أتي إلى حلب عندما تتحرر، لأنني أريد للسوريين أن يكون لهم مستقبل وسلام، وأريدهم أن يعرفوا أن فرنسا لم تنسى سوريا. المهم من هؤلاء طبعا من الضيوف الذين قدموا إلى سوريا أن يوصلوا حقيقة ما يجري على الأرض السورية وما تتعرض له سوريا من إرهاب. سوريا تتعرض لإرهاب للأسف الشديد، أن إرهابي العالم كلهم استخدمتهم تركيا والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وهناك دول أوروبية أيضا كان لها دور كبير جدا في رعاية الإرهاب وتمويل الإرهاب منذ القرن 17 و18، وكان هناك تمويل خليجي ورعاية خليجية وأمريكية للإرهاب في المنطقة. وطبعا ما نؤكده تماما أن الإرهاب لا دين له ولا وطن له. عين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نائبا جديدا للرئيس من أصل سوري هو طارق العيسمي. وخلال ترأسه اجتماعا للحكومة قال مادورو أنه عين في منصب نائب رئيس الجمهورية الرفيق طارق العيسمي الذي سيتولى هذا المنصب في الفترة 2017 و2018، وهو معروف بشبابه وخبرته والتزامه وشجاعته، مضيفا أن عام 2017 هو أول عام من النهوض ومن التوسع الثوري للثورة البوليفارية على كل المستويات أخلاقيا واقتصاديا وسياسيا ودوليا. السلطات التركية تعتقل 20 شخصا في ولاية أزمير في عملية أمنية مرتبطة بالهجوم على النادي الليلي في اسطنبول، كما قال كبير المستشارين القانونيين ومديرا تنفيذيا سابقا لمجموعة دوغان التركية القابضة. ونقلت رويترز عن مجموعة دوغان التي تغطي نشاطاتها مجالات الإعلام والمال والطاقة والسياحة وتملك صحيفة حريات وتلفزيون CNN ترك قولها إن مداهمات استهدفت مكاتب شخصية ومنازل للمسؤولين المذكورين، وكانت سلطات النظام التركية اعتقلت مسؤولا تنفيذيا آخر في مجموعة دوغان بدعوى الارتباط بالداعية التركي فتح الله جولن الذي يتهمه أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب. ما أن أصدر البرلمان التركي موافقته على تمديد حالة الطوارئ حتى أطلق رئيس النظام التركي أردوغان عناصر شرطته في كل أنحاء البلاد لاعتقال كل من يشك بولائهم له، اعتقالات لم ينجو منها لا طفل رضيع ولا زوجات الضباط. أسامة شحود. النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة أصدرت قرارات قضائية باعتقال زوجات 105 عسكريين بينهم زوجات لكبار قادة الجيش، وذلك بتهمة الولاء للداعية فتح الله جولن وفتح حسابات مصرفية في بنك آسيا الذي يتبع لجماعة جولن بحسب ادعاءات النظام التركي. تلتها مباشرة حملة جديدة استهدفت اعتقال حوالي 380 رجلا من بين رجال الأعمال في 35 ولاية تركية.
جرائم النظام التركي امتدت إلى ولاية شانلي أورفا لتفرق قوات الأمن التركية أما عن طفلها الرضيع، الموضوع في الحاضنة الطبية لوجود خطر كبير على حياته بعدما قامت باعتقالها ونقلها إلى مدينة أخرى في إطار الحملات الأمنية لملاحقة من يتهمه النظام التركي بالولاء لجولين. وضمن مسلسل الاعتقالات اقتحمت عناصر الشرطة التركية مقر مجموعة شركة دوغان في منطقة أسكدار بمدينة اسطنبول بحسب ما ذكره الموقع الإخباري المعروف أودا تي في، وتم اعتقال عدد من الموظفين والمدراء. شركة دوغان كبرى شركات الإعلام في تركيا نشرت بيانا بشأن الواقعة ذكرت فيه أنه تم اعتقال كبير المستشارين الحقوقيين للشركة أرام تورغوت يوغال والمدير التنفيذي السابق يحيى أوزديان وتفتيش منازلهم ومكاتبهم. ويذكر أيضا أن ممثل الشركة في أنقرة بارباروس مراد أوغلو تم اعتقاله قبل نحو شهر بتهمة الانتماء لجماعة جولن، مسلسل من كذب النظام التركي عرفت بدايته ولكن حتى الآن لا يبدو أن هناك خاتمة له. شأنه في ذلك شأن الدراما التركية المصطنعة التي يسوقها النظام التركي. دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجيش الأمريكي إلى تسهيل انتقال السلطة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب. ونقلت AFP عن أوباما قوله خلال اجتماع مغلق مع قادة هيئة الأركان الأمريكية المشتركة أن على الجيش أن يضمن تسليما سلسا، مضيفا أن القوات المسلحة ليست فقط القوات التي تعرف كيف تقاتل لكن تلك التي تعرف كذلك كيف تحافظ على مبادئ حكم القانون والمهنية والنزاهة وتعرف أو تعترف بالهيكلية القانونية وتواصل التمسك الشديد بالسلطة المدنية والممارسات الديمقراطية. ساعتنا انتهت. إلى العنوان. الرئيس بشار الأسد يتسلم رسالة شفهية من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حول التنسيق بين البلدين في الحرب ضد الإرهاب. الإرهابيين من أوباما للخليج لتركيا سننتصر عليهم جميعا. عشرات الشهداء والجرحى في تفجير إرهابي استهدف مدينة جبلة. روجيردي يؤكد أن تحرير حلب هو رمز لانتصار الجيش العربي السوري على الإرهابيين. تسوية أوضاع 200 مسلح من عدة قرى وبلدات بريف دمشق الجنوبية الغربي. واستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بتفجير إرهابي شرق بغداد. طابت ليلتكم، إلى اللقاء.